أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن مشروع بسمايا السكني سيكون من ضمن المشاريع الإسكانية الرائدة التي ستسهم في القضاء على أزمة السكن في عموم محافظات البلاد. المالكي وخلال كلمة له في حفل افتتاح مصنع الخرسانة مسبقة الصب للمشروع أوضح أن الحكومة تجاوزت العديد من الصعاب التي أريد لها أن تحول دون المضي قدما في إنجاز هذا المشروع. بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من الشخصيات، افتتح معمل الخرسانة مسبقة الصب الذي يوفر بدوره القواعد الأساس في عملية البناء الجاهز ضمن مشروع بسمايا الجديد. وباكتمال هذه البنى التحتية والمعامل والمصانع المعنية ببناء الوحدات السكنية، نكون أمام عملية انطلاق كبيرة جدا في تحقيق بناء المزيد من الوحدات السكنية المطلوبة. هذه المقدمات ليست سهل توفيرها، ولكن كما عهدنا هذه الشركة أنها جادة وأنها ملتزمة وأنها كبيرة وقادرة على أن تحقق ما تتفق عليه. رئيس الوزراء وخلال حضوره حفل الافتتاح أكد أن المشروع قطع شوطا كبيرا بما بلغ من نسب إنجاز تؤكد نجاحه، وسيكون الأساس لمشاريع نوعية أخرى تسهم في تخفيف العبء عن المواطن العراقي. أملنا يبقى لكل من يحب أن يكون في مدينة عصرية من العوائل العراقية، وقطعا هذه المدينة لن تكون بعيدة عن بغداد لما سيتوفر لها من طرق سريعة وعريضة، إضافة إلى أنها ستكون مدينة متكاملة بكل جوانبها الاقتصادية والإعلامية والخدمية، وهذا يعني بأنها ستوفر عنصر الاستقرار لأبناء هذه المدينة في مدينتهم أو في محافظتهم المقبلة إن شاء الله. حلم راود أذهان المواطنين الذين أكدوا في أحاديثهم للعراقية الحصول على سكن ملائم حققته مدينة بسمايا بما تمتلكه من مقومات التطور الحضاري لسكن ملائم. أهمية كبيرة جدا، وأدعو كل العراقيين أن يجون يقدمون على هذه الشقق الراقية خبرة متطورة وتكنولوجيا أيضا متطورة، وشفناها يعني فوق المستوى، يعني شقق يعني جدا جميلة. مشروع مهم جدا قلت لك يعني لطبقة أكثرية الشعب العراقي. والله مشروع كبير ويفيد المجتمع يعني، وتدري احنا كل سنه دا يزداد النمو عدد السكان، دا تشوف التقطيع، وهذا يعني اللي حتى الاسعار مناسبه لهذا المشروع يعني لاي واحد ادى فرصه هاي له يعني. افتتاح مصنع الخرسانه في مشروع بسمايا الجديد عده المعنيون انجاز وتطور لمراحل هذا البناء لتلك المدينه. من مدينه بسمايا، احمد الربيعي، العراقيه.